نحو سيادة تجدر إشارة القيادة إليها. وفي غضون 24 ساعة أجرى الشيخ خميس الخنجر 3 جولات بأماكن متفرقة يمكن وصفها بالمكوكية، كونها جاءت في وقت قياسي وبمناطق تبعد مئات الكيلومترات عن بعضها، بين كركوك وبغداد والأنبار، جولات متسلسلة لتثبيت الدعائم وتوطيد المرتكزات لبناء عراق السيادة والقيادة. الشيخ الخنجر وكما جرت عادة الكرماء هنا بين كرام الأهل والعشائر، ملتقياً بعشائرها، مثنياً على مكتسباتها، دالاً على مدى أهمية وحساسية المرحلة المقبلة التي يضعها حزب السيادة ضمن أولوياته. وفي مسألة المغيبين شكلت الحكومة لجنة عليا لمناقشة هذا الملف، وأنا متابع مستمر له، وحققت خطوات مهمة لكنها نريد أن تتطور أكثر. انتخابات مجالس المحافظات الحدث الذروة الذي تترقبه البلاد، ممارسة ديمقراطية أخرى تنتظر، وشعب بات يعرف كيف ومن يختار. ومن كركوك إلى بغداد يصل الشيخ الخنجر ليعرف برؤى وتطلعات السيادة في أخذ العراق استحقاقه الذي ينبغي من خلال برامجه الوطنية الخالصة ومرشحيه الوطنيين. هذه المرة أخواني وأخواتي ليس لدينا عذر، إن أردنا أن نغير الحال وإن أردنا أن نستخدم ثرواتنا بطريقة تسمح وتستوعب كل العاطلين عن العمل، أنا وأخي الشيخ عادل ما قربنا من بعض إلا القضية، إلا الحقوق، إلا الدفاع عنكم، وسنستمر بذلك، وهي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية. فنحن في السيادة نحن المدافعين عن الهوية والمدافعين عن العقيدة والملتزمين بالحقوق وبالقيم العربية الأصيلة. ثم من العاصمة إلى الأنبار الأصيلة يلتقي الشيخ الخنجر بالأهل والداعمين ليؤكد أهمية المحافظة ودورها القيادي البارز في إرساء دعائم الدولة العراقية، الدور الذي عليه أن يكون فاعلاً وحيوياً من خلال المشاركة الفاعلة بالانتخابات. عبدالله العامري، قناة الفلوجة.